التمويل هو المعضلة الأساسية أو هو المشكلة الأساسية في تنفيذ المشروعات الخاصة بتقليل الظواهر وظواهر تغير المناخ بالذات والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، خصوصا في الدول النامية والفقيرة اللي ما عندهاش القدرة المالية عشان تنفذ المشروعات دي. عشان كده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال امبارح في جلسة تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة إن التمويل هو ركيزة أساسية عشان نحول الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر، ولازم يكون في تعاون في المجال ده بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وده هو هيبقى الطريق الأقصر لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة تغير المناخ. وإن مصر باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ هتوفر العديد من البرامج والاجتماعات والمناقشات المرتبطة بمبادرات التمويل الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.